مساء الخير. أزمة المي المنتشرة بكافة المناطق اللبنانية عم تتفاقم يوم بعد يوم، ومع وجود تقارير عن انخفاض تدريجي لمخزون المياه الجوفية، هالشي عم يفرض تقنين قاسي بمنطقة طرابلس اللي عم بتعاني من طلب قوي على المي، مع وجود عشرات آلاف النازحين بالمدينة، والمي وصلت لمرحلة انقطاع كامل عن أحياء بكاملها، وأصبح الواقع مأساوي للسكان اللي عم يلجأوا لتعبئة المياه من خلال الخزانات والجالونات. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية رطبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة رطوبة عالية، هواء خفيف والبحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة 129. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وضباب على الجبال، ولبكرة غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بالحرارة وضباب على المرتفعات. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 20، بالبقاع 16 والأرز 13، ومننتقل تنشوف كيف رح تكون جولتنا على المناطق اللبنانية لبكرة. بعكار وتحديدا بينه 29، رحبة 29، رشانة 30، الرمل البيضة 32، صور 30، ومننتقل إلى بنت جبال 29، المصيلح 27، المنصورية 29، زحل 33، بعلبك 34، والهرمل 35. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و75%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 23 أدناها أقصها 32، السبت أيضا نفس الشيء، والأحد بين 23 و33. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 30، دمشق 37، والدوحة 41، أما الكويت ف 49 درجة، وتونس 32، طرابلس 38، ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل 21. وهيدا كان كل شيء. باي.